لنمتعكم بلوحة فنية شكلت بأصوات المتنافسين، هي فسيفساء جمعت عديد الطبوع والألوان الإنشادية الفنية الجزائرية، أعدها كتابة وتوزيعا ولحنا أستاذ الفنان أستاذ يوسف سلطان، يؤديها الطلبة المتنافسون برفقة الكورال والفرقة أيضا. أدعوهم إلى اعتلاء المنصة، أرجو لكم متابعة طيبة وشيقة أيضا. بعدها مباشرة نعود إلى لجنة التحكيم، وقد وفي هذه اللحظة نعلن إيقاف التصويت لمشاهدينا الأعزاء، لنعلن بعد قليل أيضا من هو الفائز الذي انتقاه واختاره جمهورنا الكريم. أترككم مع هذه الوصلة الفنية ثم نعود لنعلن النتائج. وسلم عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه يربح من صلى على أحمد وسلم عليه صلوا عليه صلوات الله عليه وهم عليه قالوا صحبه تابعين صلوا عليه صلوات الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه واللي مدحه طوبى ليه لما يشفع فيه الله من الكوثر بيدو يسقي قبي خد عليه الله مفتاح الجنة بيدي ربي ساعد فيه الله الله يجازي وقلقلي ربي ويعلي الله صلوا عليه صلوات الله عليه هم عليه صلوا تابعين صلوا عليه صلوات الله عليه هم عليه صلوا تابعين صلى الله على محمد صلى الله يا
وقت عليه الكتاب تاج الكلام والكتب يهدي به اللي أواب ويظل به كل مذنب يك متماسك به مخاب بالعجم والعربي النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم أشرفها النبي سحنا الله في الأحلام سيد السادة المشوبي وعلى آل والأصحاب في نجوة الشوبي صلى على المختار رسول الله سيد النبيين سيد النبيين والسادة الصادق الوعد الأمين
مسك ختام المرسلين لك المظلل بالغمايا سلموا عادة وعبادة صلوا وسلموا يا سادة على الحبيب عشرة وزيادة صلوا إلى حدين أوعدين وسلموا عادة وعبادة صلوا عليه في كل آن وسلموا بالإقامة والأذان ذكر الحبيب وفي الشهادة صلوا عليه وانظروا الأوزان وسلموا وترنموا الحان وعلوا حبه في الأكوان ونشدوا مدحوا يا نشادة صلوا وسلموا يا سادة على الحبيب عشرة وزيادة صلوا إلى حدين أو عدين وسلموا على وعبادة صلوا وسلموا يا سادة على الحبيب عشرة وزيادة صلوا سلموا عادة وعبادة عاشقين على الفارس الزين والنور المبين صلى الله صلى الله عليه صلوا يا عاشقين على الفارس الزين والنور المبين صلى الله عليه صلوا يا عاشقين حتى نزين جنب الحسن صلوا عليه صلوا صلوا وبتوا ضلوا ضلوا صلوا صلوا وبتوا ضلوا ضلوا وامدحوه لا تملوا الصلاة عليه وتمسكوا بحبلوا بحبلوا وتعلقوا بوصلوا وتمسكوا بحبلوا بحبلوا وتعلقوا بوصلوا يا كل خير كله
الصلاة عليه صلوا يا عشقي على الفارس الزين صلوا الله عليه وسليم خاتم النبيين حسني صلوا الله عليه صلوا على الهادي سيد راحلتي وزادي يوم المعادي صلوا عليه البدا صلوا على الرسول كل ما نقول بدا ولا ذكر في القول صلوا عليه البدا صلوا على الرسول وسع والشدة في الأمن وفي الهون وعلى كل وحدة عشرة في الأصول وسع والشدة في الأمن وفي الهون وعلى كل وحدة عشرة في الأصول صلي على الهادي يا ربي الهادي الهادي صلي على الهادي سيد الأسيادي راحلتي وزادي يوم المعادي صلوا على الهادي سيد الأسيادي راحلتي وزادي يوم المعادي. شكرا شكرا جزيلا للمتنافسين الطلبة على هذه اللوحة الفنية الراقية التي مثلت الطبوع الفنية الإنشادية الجزائرية. حقا الجزائر هي قارة في فنها وفي إنشادها وفي كثير من جوانب الحياة.